نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة الظفرة، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكم أبو ظبي القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبو ظبي، والذي يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل بما يكفل حفظ الحقوق ويسهم في سهولة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها ومكانتها الاقتصادية، ووفق المادة الثالثة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي. تتولى إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء بأبو ظبي الرقابة على أعمال وأداء الكاتب العدل ومتابعة توحيد الإجراءات في جميع وحدات وفروع الكاتب العدل في الإمارة ومتابعة جودة الأداء وتيسير الإجراءات والنظر في التظلمات المقدمة من ذوي العلاقة والعمل على حلها أو أي مهام أخرى يتم إسنادها إلى الإدارة بموجب تشريع آخر. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا رقم 84 لسنة 2017 بشأن نقل وتعيين سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية مديرا عاما للهيئة الاتحادية للضرائب بدرجة وكيل وزارة. ويتولى مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة أعمال الهيئة ورسم السياسات التي تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة في رفض الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس باتريس تالون. أزاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الستار عن المجسم الضخم لبرج خور دبي، وذلك في القاعة الرئيسة في جراند أتريوم في دبي مول. الزميل عذاري السعدي سلطت الضوء على هذا المعلم الحضاري من خلال هذا التقرير. يعتبر مجسم برج خور دبي معلما معماريا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات المميزة التي حققتها الإمارة خلال الأعوام الماضية، ما جعلها من أكثر مدن العالم تميزا بما تضمه من ناطحات سحاب وأبراج ذات أساليب هندسية متنوعة وثرية. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شاهد عرضا ضوئيا وصوتيا حول المجسم الذي يعد تحفة بحد ذاته، مقدما للجمهور وللمرة الأولى تجربة تحاكي بدرجة كبيرة تصميم البرج الجديد والفنون الهندسية والمعمارية الموظفة في إنشائه وتصاميم الإنارة الخاصة به. تم تنفيذ المجسم من قبل فريق من المهندسين والمتخصصين، وهو مصنوع من الألمنيوم ومواد مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويبلغ وزنه 3000 كيلوغرام، واستغرق إنشاؤه أكثر من 4000 ساعة عمل. ويقدم المجسم معلومات مميزة عن البرج والأرقام القياسية العالمية التي يسجلها. يمثل مجسم برج خور دبي الإضافة الأحدث إلى الوجهات السياحية والترفيهية المميزة التي يحفل بها دبي مول، والتي تحظى باهتمام واسع ومشاركة كبيرة للصور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل دبي فاونتن ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية ومنطقة الشلال وغيرها. يمتد مشروع خور دبي على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار خور دبي التاريخي على بعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي، وهو مشروع مشترك بين إعمار ودبي القابضة، ويطل المشروع على الأفق العمراني لوسط مدينة دبي،
ويمتاز بموقعه على مقربة من محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تم إدراجها ضمن اتفاقية رامسار الدولية برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، وتشكل موطناً لما يزيد عن 67 فصيلة من الطيور المائية. حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الحفل الذي أقامه اللواء محمد العوضي يحيى المنهالي مستشار وزارة الداخلية عصر اليوم في قاعة الأفراح في منطقة الوثبة في أبو ظبي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة خويدع كرامة المنهالي. وقدم سموها التهاني والتبريكات للعريس ووالده وإخوانه بحضور كل من اللواء مهندس ناصر العوضي يحيى المنهالي والرائد أحمد العوضي يحيى المنهالي عمي العريس، كما هنأ سموه كل من والد العروس وإخوانها والحضور من أهلهم وأقاربهم. إلى إمارة الشارقة، حيث عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم اجتماعه الاعتيادي بمكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، استعرض عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها بما يحقق رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات والممارسات لخدمة المواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة. هذا واعتمد المجلس الموازنة التقديرية المقترحة لشبكة الشارقة لحماية الطفل لعام 2017، واستمع إلى إيجاز من سمو الشيخ أو الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بشأن تفاصيل الموازنة المقترحة. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على أهم مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية لإمارة عجمان، والتي تستهدف تعزيز التنمية وتدعم الاستعداد للمستقبل في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة لتكون مدينة عصرية حديثة تتمتع بمميزات عالمية من حيث النهوض بالقطاعات الخدمية كافة من طرق حديثة ومدن عصرية ومناطق سياحية وغيرها. جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بديوان الحاكم وفدا من دائرة البلدية والتخطيط، ضم سعادة الدكتور المهندس محمد بن عمير المهندس التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، والمهندس خليفة الفلاسي مدير إدارة المباني، والمهندس عبد الله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المهندس علي الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين. اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم على شهادة نظام إدارة الأصول والممتلكات الآيزو 55001 التي حصلت عليها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمالية والخدمات. وتسلم سموه الشهادة يوم أمس في مبنى الوزارة من اللواء سالم علي الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة. يرافقه فريق العمل الذي أسهم في تحقيق الإنجاز والحصول على هذه الشهادة العالمية، وذلك بحضور العميد محمد حميد بن دلموتش الظاهري الأمين العام لمكتب سمو النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة وعدد من المدراء العامون بالوزارة. قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يوم أمس بزيارة سد وادي شوكة في إمارة رأس الخيمة، حيث تفقد سموه منطقة السد المائي واطلع على المخزون الجوفي لمنسوب المياه في بحيرة السد الذي يعتبر من المشروعات الرائدة المستدامة التي تم تنفيذها بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وضمن مبادرات سموه لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بدعم مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لمشاريع السدود والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها. وأشار سموه إلى أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يأتي بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار حرص سموه على أحوال المواطنين واحتياجاتهم وتوفير مقومات العيش الكريم والحياة الحضارية لمواطني هذه المناطق.
قدم معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء إلى سلطان محمد بن عري الشامسي في وفاة المغفور له نجله محمد، وتوجه معاليه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة فلج هزاع في مدينة العين بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم معاليه واجب العزاء إلى علي فاضل علي سيف الذهلي وإخوانه سعيد وعبد السلام وسيف في وفاة والدهم، وذلك بمجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين. وأعرب معانيه عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إلى الشأن القطري، حيث أجمع أكاديميون وأعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن الرسائل التي وصلت إلى قطر بخصوص ضرورة إقلاعها عن دعمها للإرهاب ومواجهتها بالأدلة والوثائق التي تدينها في هذا الدعم بالمال والسلاح للجماعات الإرهابية في أكثر من منطقة عربية لم تأخذها بمحمل الجد، بل ذهبت إلى المكابرة والغطرسة اللتين لن تجديا معها نفعا، بل تدخلها في دوامة من التخبط تبعدها تمام البعد عن الرشد، فضلا عن ابتعادها عن روح البيت الخليجي والعربي وارتمائها في أحضان إيران والقوى المعادية التي تبينت وتبيت الشر للمنطقة، فباءت واضحة. أما أن الدوحة ماضية في غيها من خلال هذه المكابرة التي تدخل المنطقة أو تدخلها إلى نفق مظلم لا نهاية له بفضل سياسة تنظيم الحمدين الذي لا يهمه أمن واستقرار المنطقة بقدر ما يهمه مصالحه أو مصالحه الضيقة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطن الإمارات. أهلا بك سيد ضرار. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. برأيكم سيد ضرار، ألم تتلمس بعد الدوحة خطورة تعنتها، ولماذا هذا الإصرار على تزييف تلك الحقائق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن قطر هذه ممارساتها مستمرة من فترة طويلة. قطر لو تلاحظ مطابقة الأسلوب الإيراني والأسلوب الإسرائيلي في المماطلة والتسويف و إضاعة الوقت، لأن لو تلاحظ الإيرانيين استخدموا نفس الأسلوب هذا في المفاوضات النووي، يصلون إلى نقطة النهاية ثم يبتدون من أول المفاوضات ثم يبصرون نفس النهاية ويبتدون. فهاي إيران يعني إيران، خلينا نكون واقعيين، إيران عندها عمق استراتيجي، عندها نفس طويل ممكن تستفيد من، يعني ممكن تنافس، لكن قطر لا تملك هذا النفس وتلعب دور أكبر من حجمها. الدور القيادي الاستراتيجي الريادي معروف للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي القائدة في هذه المنطقة، فيجب على قطر أن تعي هذا الدور. المشكلة في قطر أنها تكابر باستمرار بالرغم من الخسائر التي تتكبدها. نعم سيد ضرار، يعني في اعتقادك بأن هناك سياسة قطرية واضحة أمام القيادة أو السياسة القطرية، فهل أصبحت القيادة القطرية الآن مغيبة أو مغيبة العقل باتجاه حلها لهذه القضايا على الناحية الدولية؟ أنا أعتقد السياسة القطرية ما زالت مستمرة في غيها، ما زالت مستمرة في الغطرسة السياسية التي تمارسها، وقد يكون هناك حماقة سياسية في هذا الموضوع، لأن بدأت تتضح الرؤية للجميع في التخبط السياسي الحاصل. يعني صرحوا، خلنا نكون واضحين، إيران كانت فقط تحدثت عن موضوع تسييس الحج، تدويل الحج، نعم، وتسييس وتدويل الحج، وردة الفعل كانت قوية وسكتت بعد فترة ولم تتحدث، لكن قطر صرحت تصريح، أنا أعتقد تصريح خطير جدا، بأنها بترفع شكوى. وأعتقد المشكلة أنهم ما كانوا متوقعين ردة فعل السعودية. ردة فعل السعودية كانت رد حاسم، واضح حاسم، وحازم. نعم نعم. ويمكن أنا صرحت البارحة في اللقاء السبب هذا، أن من يدير الحملة الإعلامية في قطر هم أجانب. نعم. وهؤلاء الأجانب يجهلون طبيعة
الشخصية العربية والإسلامية وما نعاني من ومكانة الحرمين لدى المسلمين. فممكن أن تطبق هذا على الفاتيكان وحصل، لكن عندنا نحن هذا الأمر مرفوض رفضا تاما. ولهذا بعد التصريح معالي عادل جبيل هذا الإعلان، هذا بمثابة إعلان حرب، تغيرت الرؤية الكثير من المفاهيم. وصرح وزير الخارجية بأن لكن السؤال اللي يطرح نفسه والأهم، من يدير دفة السياسة في قطر، الإعلام القطري أم الدولة أو الخارجية القطرية؟ نعم، لأن نعم. سيد ضرار، يعني إذا سمحت لي، يعني هل تعتقد يعني تم الحديث مرارا وتكرارا بفشل الإعلام القطري في قيادته لهذه الأزمة بشكل عام، وهو ما تراه الكثير من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات، بفشل هذا الإعلام في إدارته لهذه الحملة الإعلامية الموجهة ضد الدول الأربعة والتزامها بالقرارات 13 أو 14؟ ولكن هل برأيك سيد ضرار يجب اتخاذ إجراءات أكثر حزما حيال الأزمة القطرية في ظل إصرارها على رفض هذه المطالب للدول الأربع المكافحة عادة لقوانين الإرهاب بشكله العام والدولي؟ خلنا يعني نحن نوضع شيء واحد، نحن في وضع والحمد لله ممتاز، هم من يعانون. نحن من مجرد إعلان المقاطعة الأوضاع هدأت في كافة الدول، في العراق، في الموصل، في الشام، في ليبيا، في هناك تقدم للتحالف في اليمن، أيضا في البحرين. فنحن في وضع أفضل مما كنا عليه. الآن نحن ماشيين في مكافحة ومستمرين في مكافحة الإرهاب ونبذ الكراهية والتطرف. إذا حبت قطر أن تنضم أهلا وسهلا، بس بشرط أن تنفذ البنود. نعم، بعد ما تنفذ البنود تجلس التحاور. ووجود، لازم نأكد على نقطة واحدة للكلام الذي ذكره معالي الدكتور أنور قرقاش، وجود ضامن لقطر، لأن نحن الثقة في قطر الدول الأربعة أصبحت معدومة، معدومة ولا نثق فيها، لكن يجب أن يكون هناك ضامن لضمان تنفيذ وعدم العودة إلى نقطة الصفر من أول وجه. نعم سيد ضرار، نشكر سعادتكم على هذه المداخلة الهاتفية. نشكر سعادة ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطن الإمارات، الذي حدثنا عبر الهاتف حول الشأن القطري. وفي شأن آخر، وفي ذات المجلس حيث طالب أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزما في حين استمرت قطر في الدفع بتدويل الحرمين الشريفين، مؤكدين على وقوف دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية بجانب المواطنين القطريين. وفي هذا الصدد أكد سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن هناك إشكالية عند الدوحة في قراءة الرسائل والتحاور، إن كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ أنها بعد اتفاقها مع دول الخليج على العديد من الأمور خلال عامي 2013-2014 اتضح ذلك جليا، وهو ما أدى إلى استمرارهم في القيام بالأدوار المنافية للاتفاقيات ودعم الإرهاب. وأشار الرميثي إلى تضارب التصريحات القطرية حول تدويل الحرمين يدل على هشاشة تنظيم الحمدين في التعامل مع الأزمة، وأوضح أنه منذ أن بدأت الأزمة وقطر بدأت التحدث عن تدخل دول المقاطعة في سيادتها، ولكن هي التي تقوم بالتدخل في سيادة الدول المقاطعة وتحوي الإرهابيين الهاربين من العدالة. إلى الشأن اليمني، استهدفت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الأخيرة تعزيزات وآليات لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح الانقلابية في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة، كما شن التحالف 4 غارات أخرى استهدفت تجمعا للمتمردين داخل مصنع إسمنت البرح والمنطقة المجاورة له وفي مديرية مقبنة غربي تعز، في حين لقي 5 عناصر من تنظيم القاعدة حتفهم بغارة أمريكية في محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية 5 إن طيران التحالف استهدف بغارتين جويتين تعزيزات لإنقلابيين في جبل المشعر ودينة محملة بالسلاح والذخائر في حرض، كما استهدف الطيران بغارة 3 تعزيزات للإنقلابيين شرق مدينة ميدي. وذكرت مصادر أمنية يمنية أن الغارة الأمريكية قتلت 5 مسلحين من تنظيم القاعدة، بينهم أجانب نفذتها طائرة من دون طيار في مديرية الجوبة.
وفي الشأن الداخلي الإماراتي، بدأت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تطبيق منظومة جديدة من الخدمات الذكية e-channels لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، والتي تشمل خدمات التأشيرة والإقامة بشعار خدمات ذكية برؤية مستقبلية، من دون حاجة للمتعاملين إلى مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة، في خطوة ريادية تضمن سرعة ودقة إجراءات إصدار أذونات الدخول والإقامة. وفي هذا الصدد، أكد العميد منصور أحمد الظاهري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في العاصمة أبوظبي أن هذه المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز الخدمات في جميع مراكزها، وذلك لضمان أفضل المخرجات في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، مشيرا إلى أن المنظومة التي تم تطويرها محليا بالتنسيق مع شركاء رئيسيين من مؤسسات وهيئات حكومية تعد خطوة هامة في سبيل التحول التام إلى الخدمات الذكية. والآن مشاهدينا نلقي نظرة سريعة على آخر إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم. كما نلقي نظرة سريعة على آخر درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في دولة الإمارات ليوم غد بإذن الله تعالى. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرة أخبار مساء الإمارات لهذا اليوم. نشكركم على كرم وطيب المتابعة، نترككم في رعاية الله وأمانته.